اليوم احنا في تظاهرة ثقافية سياحية في برج الأثري بالحمامات، عنا عرض لأكلات ونكهات شهر ميو اللي معروف. احنا شهر ميو فما برشا أكلات، عنا تقريبا 15 عارض من مدن متنوعة في الجمهورية التونسية، من منجربة، من زمور، من قداش، من بنزرت، من صفاقس. عنا برشا أماكن مشاركة. احنا كمندوبية بعثنا دي نوت سيركولير للنزل باش يشوفونا طباخة من نزل، من ريستوران، من جمعيات تحب تشارك. ماما من كل مدينة نوع. احنا حبينا قلنا هو تراث، قلنا لما لا الحرفيين الصغار اللي ما عندهمش إمكانية باش يحضروا في المعارض الكبيرة، يعني ما فيها باس نشاركوهم بسوم رمزي رمزي جدا. نخدموا ترويج للسياحة، والمخزون الغذائي متاعنا التونسي غني جدا، وعنا ما نقوله وعنا ما نحكيه. تعرفوا الحمامات قطب سياحي بالدرجة الأولى، ما فيها باس مع التنشيط، مع سوية بني خيار، مع الجو اللي موجود تو، السياح يجي ما فيها باس كما يزوروا البرج يلقاو تظاهر خير من البرج مسكر كان.